بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الخيرات، خيرات بلادنا من جيجل أعالي جبال الطاهر، ارتأيت إلى أن أذكركم أن هناك أنواع عديدة من الاستفراغ. هناك استفراغ بالتقيق أكرمه الله، الاستفراغ بالإسهال، الاستفراغ بالتعرق، والاستفراغ أيضا بالحجامة والتثاؤب، وأيضا الدموع، وهناك حتى البتور أي الحبوب، حب من حب يخل في الجلد. كلها استفراغات تطهر البدن من كل باطل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.